السلام عليكم وأهلا بكم في عاشرة الليلة. في الوقت الذي تدور فيه المعارك في المناطق المحيطة بمدينة سرت ضد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة، يعاني مستشفى مدينة مصراتة من نقص في المعدات والمستلزمات الطبية نتيجة تزايد أعداد الجرحى من قوات البنيان المرصوص. تطورات انعكست أيضا على الجانب الإنساني، حيث نزحت عائلات عدة من مناطق النزاع بحثا عن مكان آمن، لكن أوضاعهم في المناطق التي نزحوا إليها تثير القلق بحسب منظمات حقوقية. فكيف يمكن تشخيص الواقع الذي يعيشه النازحون من مناطق النزاع والمرافق الصحية بالمنطقة؟ ما هي تطورات الوضع الإنساني في مدينة سرت والمناطق التي تدور فيها الاشتباكات؟ وما هو دور المجتمع الدولي وما يقدمه من مساعدات طبية وإنسانية في حلحلة الأزمة الإنسانية؟ نطرح هذه التساؤلات وغيرها على ضيوفنا في عاشرة الليلة. ينضم إلينا عبر الهاتف من مصر الطبيب في مستشفى مصرات المركزي أكرم جليوان، والناطق باسم غرفة العمليات الخاصة محمد الغصري، وأيضا المتحدث باسم المجلس البلدي مصرات أسامة بادي. أما عبر الأقمار الصناعية يشاركنا في الحوار من طرابلس أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا عبد المنعم الحر، وعبر سكايب من لندن الناشط السياسي مفتاح لملوم. أهلا بكم جميعا ضيوفنا ومشاهدينا، وقبل أن نبدأ النقاش نتابع التقرير. تستمر المعارك ضد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت وما حولها، ورغم ما تحققه قوات عملية البنيان المرصوص متقدم في اتجاه مدينة سرت، إلا أن الحرب على التنظيم فجرت وضعا إنسانيا وصحيا صعبا انعكس على مستشفى مدينة مصراتة. المبعوث الأممي مارتن كوبلر عبر خلال زيارته لمستشفى مصراتة المركزي عن قلقه من النقص الحاد في المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن المستشفى يضطر لاستعمال قاعة الاستقبال بسبب ضيق المساحة. تصريحات تزامنت مع تنبيه أطلقته قوات البنيان المرصوص بشأن إمكانية تزايد أعداد الجرحى جراء احتدام المعارك والاشتباكات مع عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة. أزمة إنسانية لم تقتصر على المرافق الحيوية، بل طالت الأسر النازحة من مدينة سرت وضواحيها، حيث تعمل عدد من المنظمات الخيرية على توفير احتياجات العائلات من مساعدات إنسانية في ظل تواصل معاناة المناطق المتاخمة لمدينة سرت. في غضون ذلك، أفاد عضو لجنة الأزمة في بني وليد يوسف خليفة بأن 30 من أصل 40 عائلة عادت إلى مناطق الهيشة ووادي بي والقداحية والوشكة وبوغرين، مشيرا إلى أن رجوع العائلات إلى زمزم يعرقله وجود ألغام بالطريق المؤدية إليه. تطورات تطرح تساؤلات عن الحلول المقترحة للحد من تفاقم أزمة الوضع الصحي والإنساني في هذه المناطق. إذا نبدأ حوار العاشرة هذه الليلة معك سيد جليوان، صف لنا الوضع الحالي لمستشفى مصرات المركزي. السلام عليكم، نترحم على روح الشهداء ونسأل الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى سواء بالداخل أو بالخارج. طبعا كما ذكرتم في التقرير، يعني نحب نأكد أن بالرغم من أن المستشفى أو الساعة السريرية المحدودة للمستشفى، لا يزال مستشفى مصرات المركزي والآن قسم الحالة الطوارئ يستقبل العديد من الجرحى الجبهة والحالات الجراحية الطارئة الأخرى داخل ربوع مدينة مصرات، سواء من مقيمين وغيره. يعني المستشفى يشتغل على جبهتين، جبهة اللي هي الجرحى الاشتباكات واللي هي الإصابات داخل مدينة مصرات. طبعا الكل يعرف أن الأحداث يعني بدأت من تاريخ الخميس 5 مايو، واليوم هو اليوم 27 من بداية الاشتباكات. المستشفى يعاني رغم ما تسمعون من وكالات الأنباء إن في دعم يصل إلى المستشفى، ولكن ليس بالدعم المطلوب اللي يواكب الحدث، اللي هو يقدم المعونة الطبية اللي نحتاجها احنا في هذه الأيام. يعني ما طبيعة احتياجاتكم؟ ما طبيعة وحجم احتياجات المستشفى الآن؟ احتياجات المستشفى الآن استهلاك كبير جدا من مثبتات العظام الباكين، أدوية التخدير، ما يصل لنا عبارة عن لوازم حروق وغيار، محاليل وريدية، مضادات حيوية، أمور هذه يعني ليست بالقيمة اللي احنا نحتاجها، يعني من الأمور الأخرى اللي قد نحتاجها داخل غرف العمليات. يعني عندك عدد كبير من الجرحى أجريت لهم عمليات جراحية كبرى، يعني جراحة العامة، جراحة الأعصاب والأوعية الدموية والعظام، والكل كل أو أغلب أيام الاشتباكات يعني تحت نضطر إلى استنفاد المخزون
لدى المستشفى نصرات المركزي. طبعا لحد الآن الوزارة لم تفي بعهودها ووعودها. الوزير الصحة قدم إلى مستشفى نصرات المركزي مرتين، يتكلم كل مرة على إن إحنا بنساعدكم. هي الأمور طبعا يعني أكبر من قدرة الوزارة اللي حديثة حكومة الوفاق اللي هي تتكلم عليها الآن. المشكلة طبعا إن المستشفى المركزي كما ذكرت مستقبل في الجرحى ويتجرى عمليات جراحية داخل قسم الحوادث والطوارئ، ولكن الساعة في حد ذاتها هي محدودة جدا. يعني حتى في استقبالنا للجرحى ما عندناش ساعة سريرية كبيرة، يعني الساعة عندك من 120 إلى 200 سرير. اضطرينا أن احنا العيادة نكبرها، نحطوا مكان الاستقبال، نحطوا أسرة لاستقبال الجرحى، نحول الحالات اللي هي إلى مصحات خاصة، نحول إلى خارج البلاد إلى تركيا وتونس. الأمور زي هذه، الأمور الاستثنائية زي هذه، المطلوب هو الدعم الحقيقي. الدعم الحقيقي هو طيب. ما نحتاجه. سنفصل أكثر في 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 وضع المستشفى والدعم سواء كان الدولي أو المحلي في سياق حلقة اليوم. تفضل بالبقاء معنا سيد قليوان، ولكن اسمح لي أن ننتقل إلى سيد العميد الغصري. سيد العميد، إلى أين وصلت المعارك على الأرض الآن؟ المعارك في الحدود الإدارية انتشرت. ممكن تبعد المعارك الآن مسافة لا تزيد عن 20 كيلومتر بالكثير. ما المناطق التي تسيطرون عليها، وأين يتمركز عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة تحديدا؟ بالنسبة للمناطق كثيرة، لا أستطيع نقول وين قواتها متمركزة بالضبط. طبعا هذه أمور صعبة شوية، ولكن داعش في تخاخر مستمر والحمد لله. قواتنا اليوم مشتبكين معها في وادي جارف وقريب من منطقة الحنية. طيب سيد بادي، كيف يراقب بلدي مصراتة الوضع بمستشفى المدينة؟ السلام عليكم ورحمة الله. مساء الخير لك أختي الكريمة ولمشاهديك ولضيوفك الكرام. نعم أختي الكريمة، أنت تعلمين وكما يعلم المشاهدين الكرام أن الدولة الليبية منذ أن دخلت الأطراف السياسية في صراع محتدم على شرعية كل طرف، وكذلك هذا الصراع ما نتج عنه من تجاذبات سياسية وصراع مسلح على الأرض، نعرف أن كل المؤسسات للدولة الليبية تعاني من قلة الميزانيات منذ منتصف العام 2014. هذا انعكس بشكل مباشر على كل المؤسسات العاملة داخل الدولة الليبية، سواء كانت المؤسسات الصحية أو المؤسسات الخدمية. ولعل من أهم هذه الملفات كما ذكرتم سابقا في تقريركم هو مجابهة ومواجهة كل التحديات الصحية، وكذلك الأعداد المتزايدة من الجرحى الذين يحضرون من جبهات القتال جراء هذه الاشتباكات. كما ذكر الدكتور أكرم أن مستشفى مصراتة، للعلم لك ولمشاهديك الكرام بأن المستشفى لا زال إلى الآن في حالة صيانة. المركب العام للمستشفى لا زال لم تنتهي الصيانة به بعد. كل الأقسام المستشفى موزعة على رقعة جغرافية داخل بلدية مصراتة، مما سبب إعاقة كبيرة في إدارة الشؤون الصحية للمستشفى. ولعل أهم هذه الأقسام التي تعاني هذا الضغط الهائل في استقبال الجرحى والمترددين على المستشفى هو قسم الطوارئ والحوادث. كما ذكر الدكتور أكرم أن هذا القسم يعاني بشكل كبير من نقص في كل المستلزمات الطبية والمعدات والأجهزة التي يحتاجها الأطباء والأطباء المساعدون في استقبال الجرحى وتقديم الخدمات العلاجية لهم. المجلس البلدي مصراتة عندما اطلع على هذه الحالة اضطر أن يتدخل بشكل مباشر وأن يشكل لجنة خاصة بإدارة الأزمة الصحية والأزمة الطبية داخل المدينة. هذه اللجنة من مهمتها هي إدارة الأزمة داخل البلدية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات والتواصل مع كل المؤسسات ذات العلاقة سواء كان بالداخل أو بالخارج، والتواصل مع المؤسسات العامة داخل ليبيا وكذلك المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. المجلس البلدي طلب بشكل مباشر تقديم ميزانية طوارئ للمدينة وخاصة لمستشفى مصراتة المركزي لمجابهة مواجهة هذه التحديات المتزايدة على المستشفى وهذا الضغط الهائل على المستشفى، سواء كان في تقديم الخدمات لأهالي المدينة
أو الضيوف المدينة والنازحين وكذلك الجرحى الذين يأتون من جبهات القتال. طيب اسمح لي أن أفصل معك في مهام والخطوات التي قامت بها هذه اللجنة، لجنة الأزمة، في سياق حلقتنا، ولكن اسمح لي أن ننتقل إلى السيد لملوم. إلى أي مدى برأيك انعكس سيد لملوم انعكست مسألة الحرب على ما يعرف بتنظيم الدولة على الوضع الإنساني والصحي في المناطق التي تدور بها الاشتباكات بشكل عام؟ مساء الخير أختي علا، تحياتي لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة ليبيا الأحرار. أترحم على شهدانا وأتمنى لجرحانا الشفاء العاجل. بكل تأكيد داعش لا يهمها كثيرا حال من المناطق أو حال سكان المناطق التي جرت فيها الاشتباكات إلى حد الآن، وبالتالي نحن نعرف أنه بكل تأكيد يريد أن يحتفظوا بمن تبقى من سكان هذه المناطق كدروع بشرية تستخدم وقت الحاجة. نحن نعرف أن الوضع الإنساني في سرت سيء جدا منذ أن انقطع الاتصال بين المسؤولين في مدينة سرت وسكان المدينة، وبالتالي كل ما يأتي من معلومات هي معلومات ترشح من داخل المدينة ومن المناطق التي احتلتها داعش وكانت بها في الفترة الماضية. الوضع الإنساني سيء، نحن نعرف هناك شحة في الغذاء، شحة في الدواء، شحة في كل ما يتعلق بحياة الإنسان اليومية لم يكن متوفر، وهذا ما دفع الكثير من العائلات إلى أن تنزح من مناطق مختلفة، من كل المناطق سواء كان ذلك من الوشكة بجواد وغيرها واستادة والهيشة، فكل هذه المناطق قد شهدت نزوح، وبالتالي المناطق المجاولة سواء كانت مصراتة بن وليد زليتن ترهونة المناطق طرابلس كلها تلقت العدد الكبير من الأسر التي نزحت من هذه المناطق، وبالتالي شكلت عبء كبير على موارد هذه المدن، وبالتالي نحن رأينا أن الحكومة لحد الآن لا تقدم الكثير في مساعدة هذه المدن، وخاصة وأن الظروف الإنسانية الموجودة في أغلب المناطق الحالية هي ظروف إنسانية صعبة وسيئة، والوضع العام في ليبيا وضع سيء، وبالتالي هذا ما زاد من معاناة هذه المدن التي وصلتها أعداد كبيرة من المهاجرين من هذه المناطق والتي تفوق طاقة إمكانيات هذه المدن. سيد الحر، ما التوصيف الحقوقي لما تشهده مستشفى مصرات المركزي؟ بسم الله، تحية لك ولضيوفك الكرام. الوضع كما ذكر الضيوف الكرام قبل قليل أن الوضع فيما يتعلق بالنازحين من مدن الاشتباك وتحديدا من مدينة سرت الوضع مأساوي بكل ما تعنيه الكلمة. ذلك يرجع لعدة أسباب، لعل أهمها قصور يد الدولة في حل مثل هذه الأزمات، وخاصة في مدينة مصراتة وفي مدينة الخمس، في مدينة ترهونة، في مدينة بن وليد، تلك المدن المحيطة بمناطق الاشتباكات يجب أن تصرف لها ميزانيات طوارئ تستطيع المجالس البلدية من خلالها توفير أبسط الإمكانيات لتلك الأسر النازحة، لأهلنا النازحين من مدن الاشتباكات. الوضع مأساوي في الجانب الصحي أيضا. استغرب عجز الحكومة الليبية عن جلب مستشفى عائم يستقبل الجرحى ويستقبل ضحايا الاشتباكات في تلك النزاعات المسلحة. الأخطر من ذلك هو الانقسام السياسي الحاد الذي حصل وتلك الفتنة التي ترسخت لدى الليبيين. كنت أعتقد، أنا أحد الأشخاص كنت أعتقد بأن الحرب ضد تنظيم داعش سيوحد الفرقاء الليبيين، سيوحد كافة أطياف المجتمع الليبي المتنازع حول السلطة، لكن للأسف اليوم هنالك جهة تقاتل هذا التنظيم وجهة أخرى وكأنها تغض النظر عن ما يحصل في مدينة سرت، وكأن مدينة سرت وما حواليها ليست جزءا من هذا الوطن. الوضع الحقوقي، نحن نترقب كل التحركات الموجودة في الميادين القتالية. هنالك لجنة أرسلت من قبل المنظمة للمناطق القريبة من مناطق الاشتباكات، لم يسمح لهم بالدخول إلى مناطق النزاع المسلح، اكتفوا بالبقاء في المؤخرة، يقومون برصد وتوثيق الضحايا
الصحية يقومون برصد وتوثيق الجرحى، أيضا يعملون على متابعة أوضاع النازحين في بعض المدن الليبية. للأسف كل المؤشرات توحي أن هنالك قصور من قبل حكومة الوفاق في طرابلس، ولا وعجز البلديات عن القيام بدورها تجاه الأسر النازحة، وذلك العجز يرجع إلى نقص السيولة، نقص الإمكانيات، عدم توفر إرادة صادقة من الرئاسة، من حكومة الوفاق لمد يد العون للبلديات، وخاصة أن في الأزمات الطارئة مثل هذه الأزمة التعويل يكون على البلديات باعتبار البلدية هي الأقرب للأسر النازحة وهي الأقرب للمواطنين من حكومة الوفاق. طيب سيد جليوان، يعني فيما يتعلق بتحذير سابق وجهته غرفة عمليات البنيان المرصوص، نبهت مستشفى مصرات المركزي إلى إمكانية احتدام الاشتباكات وأيضا تزايد أعداد الجرحى، إلى أي مدى ارتفع عدد الجرحى الآن؟ والله بالنسبة للتنبيه، يعني في أمور يعني خارج عن سيطرة إدارة مستشفى مصرات المركزي، يعني بخلاف طبعا حنتكلم لك عن عدد الجرحى، ولكن ردا على السؤال يعني المشكلة الأساسية طبعا مش لنقص نتيجة وتيرة الاشتباكات لتزايد عدد الجرحى، ولكن المشكلة الأكبر من ذلك عندك نقص في العناصر الطبية المساعدة، يعني عندك أغلب العناصر الطبية أجنبية غادرت البلاد نتيجة الظروف الأمنية المضطربة في البلاد، أغلب سنفرات انسحبت يعني من عناصر التمريض المسؤولين، يعني هذه ما أذكرهم يعني ولم يتم يعني تعويض النقص الحاصل، النقص الكبير جدا خصوصا في تمريض العمليات وتمريض العناية. طيب يعني لماذا لم تطلق المستشفى نداء استغاثة لتوفير هذه العناصر على الأقل من المناطق المجاورة لمصراتة؟ المناطق المجاورة أرسلت، خصوصا نتكلم عن مدينة زيتون، عن التمريض يعني، ولكن التمريض الذي أتى لمصرات يعني التمريض المتخصص للعمليات والعناية هو ما ينقصنا، ولكن ممكن أرسل عدد من التمريض يعني كانت العيادة الطوارئ في الاستقبال والأقسام الجراحية. طيب بالنسبة للمشكلة، هذه مشكلة مش مستشفى مصرات المركز، مشكلة أغلب المستشفيات المدن الليبية يعني كما يعلم الجميع. الحاجة الثانية طبعا احنا ممكن وضعنا استثنائي يعني، لأن ممكن في اشتباكات في جرحى تصل للمستشفى. بخصوص الجرحى التي تصل إلى المستشفى، هل الجرحى يصلون فقط يعني من اشتباكات شرق أو عفوا غرب سرت، أم أن الاشتباكات أيضا تصل من القتال ضد التنظيم في شرق سرت؟ لم يصلنا، ممكن سمعنا اليوم في اشتباكات حدثت يعني بين حرس المنشآت النفطية والداعش، تنظيم داعش الإرهابي، ولكن لم تصلنا إلى هذه الساعة، ممكن وصلنا حالتين يعني حرجات يعني من حوالي ساعة ونصف إلى مستشفى طوالي يعني فرق استطلاع وتعرضوا لي الإصابات يعني مباشرة، يعني حاليا موجودين داخل غرفة العناية. بالنسبة للأعداد الجرحى يعني أعتقد تجاوزنا 200 جريح، الشهداء نحسبهم عند الله يعني تجاوزوا 70 شهيد. بالنسبة أغلب الجرحى تم تحويلهم خارج البلاد للضرورة، طبعا احنا مضطرين نقوم بالعمل هذا، لأن انت واحنا في داخل المستشفى مش قادرين ان احنا نتابع العدد الكبير من الجرحى، حتى إصاباتهم الأغلبية هي إصاباتهم بسيطة، ولكن يبقوا داخل المستشفى ورعاية صحية ويعني يعني بطريقة منتظمة، ولكن المستشفى غير قادر. في تعاون من بعض المصحات الخاصة، ولكن المستشفى المشكلة الحقيقية اللي يعاني منها مستشفى مصرات المركزي طبعا تكلم عليها الناطق باسم المجلس البلدي، وهذه الحقيقة ان المستشفى داخل الصيانة هو عبارة عن قسم من حوالي 9 سريرية محدودة، ايضا المستشفى هو المكان الوحيد في مدينة مصراتة يستقبل على مدار الساعة الحالات الجراحية الطارئة وحالات الجبهة، يعني عندنا ازدواجية في الحالات ولا نستقبل حالات جبهة، يعني حتى تزايد عدد الجرحى في عندنا إصابات الحوادث والسقوط وغيرها، يعني إصابات جراحية أخرى، الكل يأتي إلى مستشفى الحوادث الطارئة. أيضا السنجاب كان يعني من قبل حتى أحداث يعني من قبل حتى 5 مايو كنا نستقبل في أبناء الجنوب الليبي اللي مظلوم يعني شخصيا كانوا يصقبوا فيه مستشفى مصرات المركزي، واغلبهم اغلب المدن المجاوره يعني تاتي الى مدينه صرت نتيجه يعني مشاكل اخرى من اغفال بعض المستشفيات. المستشفى من اشهر وهو يعاني عمليه استنزاف،
زادت وتيرتها وبانت ممكن للإعلام نتيجة الأحداث الدائرة الأخيرة يعني حول مدينة سرت وضد تنظيم الإرهاب. نعم. إذن المستشفى مشكلتها مشكلة ليست أنية أو حادة، والمراسلات طبعا مراسلات سواء الحكومة قبل حكومة الإنقاذ والحكومة الحالية المعترضة لحكومة الوفاق الوطني، يعني ناشدت إدارة المستشفى، ناشدت الوزارة وعدة مرات، والوزير يعني أتى، الوزير أتى مرتين إلى المستشفى، بالإضافة إلى أن المستشفى قامت وبادرت من البداية بتشكيل لجنة استلام المساعدات الطبية، يعني الإدارة قائمة بدور، ولكن المشكلة أكبر. وطبعا أكيد حتى المجلس البلدي يعني ساهم في في إيجاد حلول، لكن المشكلة على مستوى يعني دولة حتى الاشتراكات. طيب. الاشتراكات قائمة ضد تنظيم يعني يهدد سلامة وأمن ووحدة ليبيا وليست مصراتة فقط. طيب سيد بادي، في ظل النقائص أيضا التي يعاني منها مستشفى مصراتة الآن كما أوضح سيد قليوان، ما الخطوات التي اتخذها بلدي المدينة خاصة فيما يتعلق بالخطوات العملية التي اتخذتها لجنة الأزمة؟ نعم أختي الكريمة، في ظل عدم توقف الشبكات وأن غرفة العمليات الخاصة المكلفة بإدارة العمليات القتالية لمحاربة داعش أنها لم تعلن حتى الآن على انتهاء العمليات القتالية والعسكرية، نحن في ظل هذه الظروف نتوقع تزايد أعداد الجرحى التي سيستقبلها مستشفى مصراتة. مستشفى مصراتة كما ذكر الدكتور أكرم أنه باختصاصاته وصلاحياته هو استقبال الجريح وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات العلاجية للجريح، ولكن هناك نقطة مهمة أختي الكريمة لعلها غائبة على الكثيرين، أن الجريح قبل أن يصل إلى مستشفى مصراتة لديه خط سير ومراحل يمر بها. نحن نعلم أن المواجهات في شرق مدينة مصراتة تبعد ما يقارب عن 200 كيلومتر عن مدينة مصراتة، أي في تخوم مدينة سرت، هذا بالنسبة للشرق، أما جنوبا فتمتد إلى 300 كيلومتر. الجريح عندما يسقط في الخط المواجهة الأمامي يحتاج إلى نقله بسيارات أسعاف، وكذلك هناك مناطق وعرة ومناطق صحراوية نحتاج إلى سيارات أسعاف خاصة بالمناطق الصحراوية. نعم. جلب الجريح إلى المستشفى الميداني ومن ثم من المستشفى الميداني إلى مستشفى مصراتة، وأحيانا نضطر إلى إسعافه بالإسعاف الطائر. اللجنة طبعا هناك لها إجراءات وترتيبات في نقل هذا الجريح من أرض المعركة إلى مستشفى مصراتة، كما أن للجنة مهمة أخرى وهي متابعة أحوال الجرحى سواء كان داخل الحدود الإدارية لبلدية مصراتة، أو أحيانا تضطر اللجنة لمتابعة تسفير الحالات الحرجة التي تحتاج إلى عمليات وكذلك تحتاج إلى. طيب ماذا عن توفير ما تحتاجه مستشفى مصراتة أصلا؟ يعني سيد قليوان أشار إلى أنهم يعانون من نقص في الكوادر الطبية المساعدة مثلا في التمريض، وأيضا يعني يحتاجون إلى مواد أو مستلزمات طبية حتى يقومون بتوفير الخدمات الطبية سواء كان للجرحى القادمين من الاشتباكات أو للحالات الطبيعية من أن تحضر من مدينة مصراتة إلى المستشفى لتلقي العلاج، ماذا عن هذه الاحتياجات ودوركم في تلبيتها؟ نعم أختي الكريمة، لعل هذه هو الاختصاص الأصيل للجنة التي شكلت بالقرار رقم 21 لسنة 2016 الصادر عن المجلس البلدي مصراتة. من المهام التي مكلفة بها اللجنة هي إدارة الأزمة الطبية وكذلك التواصل مع كل المؤسسات ذات العلاقة بالداخل وبالخارج، وكذلك تسخير كافة الإمكانيات المتاحة في كل المؤسسات والمرافق الطبية لمواجهة هذه النواقص والاحتياجات التي ذكرتها سابقا. طيب. كما أن للجنة الحق في التواصل مع المنظمات الدولية وكذلك المنظمات الخيرية العاملة سواء كان داخل ليبيا أو خارج ليبيا لضمان توفير كل الاحتياجات لمستشفى مصراتة لتقديم العلاج اللازم لجرحانا. طيب. نحن في عن طريق اللجنة لديها إشراف كامل على الساحات التي فتحت لاستقبال جرحى المواجهات سواء كان في دولة تونس الشقيقة أو في دولة. طيب سنفصل أكثر في هذه الجزئية فيما يتعلق بتسفير الجرحى في وقت سابق معك ومع باقي الضيوف عفوا، ولكن سيد الغصري هنا بالحديث عن الإصابات، ما طبيعة الإصابات التي تلحق بعناصركم؟ ألو. نعم سيد العميد تفضل. والله استغفر كنت أكرر السؤال بالله. طيب ما طبيعة الإصابات التي تلحق بعناصركم؟
والله الإصابات أغلب الإصابات ومتفجرات الحقيقة في المواجهات أعتذر منك سيد الغسري ولكن لا نسمعك بشكل واضح. إلى أن يتم إصلاح هذه المشكلة معك أنتقل إلى سيد لملوم. سيد لملوم، كيف تقيم الوضع الإنساني في مدينة سرت تحديدا والمناطق التي تدور فيها الاشتباكات ضد عناصر التنظيم؟ هو في واقع الأمر أختي علا أن أغلب سكان سرت قد غادروا، يعني المدينة شبه خالية من سكانها، وبالتالي كل ما تبقى هو جماعة داعش والمجموعات داعش، وبالتالي وضح بكل تأكيد هي وضع إنساني سيء، لأن هذه المجموعات طالما أنها غير قادرة على أن تحصل على تمويل، ولا أعتقد أن من السهل في هذه الأيام اللي إذا كان لديها مخزون احتياطي، لأنه وضح هي أيضا كذلك وضع تعبان جدا، لأن أولا جرحاهم ينقلون إلى هراوة، ومثل ما سمعنا أن الأسرى الموجودين عندهم أو المسجونين عندهم نقلوا لهراء، وبالتالي مدينة سرت وضعها بكل تأكيد سيء. أما فيما يتعلق بالمدنيين في منطقة سرت فهؤلاء لا أعتقد أنهم هناك عدد ما زال في المدينة يمكن أن يخشى عليهم. الوضع الإنساني هو في المدن التي هاجر سكانها والتي بدأوا العودة إليها الآن، ربما هذا وضع الإنساني هو الذي لحد الآن بحاجة لعناية وبحاجة لمن يهتم به. من هاجر فجأة وتركوا وغادروا منازلهم إلى المدن المجاورة وعادوا إليها بعد ذلك، بكل تأكيد حصل نوع من عدم الاستقرار في حياة الأسرة وطبيعة الأطفال، وبالتالي وضع الإنساني سيء وسواء كان في على على فيما يتعلق بالحصول على المواد الغذائية والمعيشية، إلى جانب عدم استقرار الأطفال، وهم أهم شيء يجب أن يلقى إليه ويهتم به، هو أن هذه الحروب تخلق الكثير من المشاكل لدى الأطفال، والكثير من المشاكل لدى الأطفال ربما قد نعاني منها ليس الآن وإنما في سنوات قادمة، وهذه بكل أسف في كل ما مضى لم يكن هناك من يهتم بحالة النفسية للأطفال الذين شهدوا أو عاصروا مناطق أو عاشوا في مناطق الحروب. طيب سيد الحر، لجنة الأزمة في بنوليد أكدت أن 30 من أصل 40 عائلة عادت إلى المناطق التي نزحت منها، تحديدا إلى مناطق الهيشة ووادي بي والقداحية والوشكة وبوغرين، إلى أن رجوع هذه العائلات عفوا يعيقه الألغام التي قد يجدونها في الطريق، مثلا عند رجوع إحدى العائلات إلى منطقة زمزم. كيف تتابع المنظمة العربية، وأنت قلت في وقت سابق أنها أرسلت لجنة تقصي إلى مناطق النازحين، كيف تتابع مسألة عودة النازحين إلى مناطقهم أو أوضاعهم في مناطق النزوح؟ الحقيقة أننا لم نحبذ عودة النازحين بهذه السرعة، الأمر كان يتطلب دخول الجهات المختصة حتى تقوم بعمليات تمشيط وإزالة الألغام من ناحية، وأيضا توفير السبل الحياتية لهذه الأسر داخل هذه القرى وداخل هذه المدن التي سيعودون إليها. نتمنى أن يتم تشكيل لجنة وتعمل هذه اللجنة فورا على إيجاد كافة سبل الراحة لهذه الأسر العائدة، وأيضا العمل على توفير كافة المستلزمات الحياتية لهذه الأسر، وأيضا يجب أن تكون هنالك لجان مختصة عسكرية تقوم بإزالة تلك الألغام وعملية تمشيط لكافة هذه القرى، لأن ما أخذ عن هذا التنظيم قيامه بزرع الألغام عند انسحابه من القرى أو من المدن التي كان يتمركز عليها، هذا الأمر يعود له تداعيات سلبية على المواطنين وخاصة المدنيين. هنالك العديد من الجرحى أثناء النزاعات المسلحة السابقة قد أصيبوا نتيجة الانفجار بعض الألغام أو بعض القذائف من مخلفات الحرب الدائرة، الأمر الذي تعود تداعياته على المدينة بدرجة الخاصة. لذلك ننصحهم بتوخي الحذر من ناحية، وأيضا على الجهات المختصة وخاصة الهندسة العسكرية عليها العمل وفورا بشكل سريع لتمشيط تلك المناطق حتى يسمح بعد ذلك بدخول الأهالي ودخول المدنيين. طيب هل تواصلتم بشكل مباشر مع العائلات التي عادت إلى مناطقها؟
العائلات التي عادت لم نتواصل معها بشكل مباشر، لكن لدينا أعضاء في المنظمة نحن على تواصل معهم، وهم موجودين تحديدا في مدينة الجفرة، في مدينة ودان، وفي مدينة سوكنة، وفي مدينة هون أيضا. هؤلاء نتواصل معهم ويقوموا بإحالة التقارير إلينا من حين إلى آخر. طيب، هل التقارير هذه كشفت عن الأسباب التي تدفع الأهالي إلى العودة إلى مناطقهم على الرغم من تواصل الاشتباكات؟ المناطق التي يرغبون في العودة إليها قد وقعت أو قد تم تطهيرها من ذلك التنظيم. مناطق الاشتباكات أصبحت بعيدة نوعا ما عن هذه المناطق. الليبيون يعني نحن على أبواب شهر رمضان الكريم، والكل يريد العودة إلى بيته وإلى ممتلكاته ولا عقر داره حتى يقوم بصيام شهر رمضان فيه. أنت تعلمين أن النازح مهما كان، مهما توفرت له سبل الراحة، يحبذ دائما العودة إلى موطنه الأصلي. هذا هو السبب الرئيسي. والسبب الثاني يعود إلى أن تلك المناطق تم تطهيرها من التنظيم، ولكن كما قلت سابقا نحن لا نريد عودة الأهالي بشكل سريع إلا بالتنسيق مع الجهات المختصة، وخاصة المسؤولين عن عمليات تمشيط وإزالة الألغام وقذائف الحرب. طيب سيد قليوان، سيد بادي أشار إلى أن هنالك تنسيق تقوم به لجنة الأزمة التابعة للمجلس البلدي مصراتة فيما يتعلق بتسفير الجرحى، كيف تجري عمليات التنسيق في هذا الصدد أيضا معكم كمستشفى مصراتة المركزي؟ هو بالفعل فيه لجنة مكلفة من المجلس البلدي بتسفير الجرحى، يعني إدارة شؤون الجرحى خارج البلاد. طبعا التنسيق هم اصلا بالاساس موجودين داخل المستشفى، يعني يترأس هذه اللجنه دكتور مالك الجليب ومعهم مجموعه من اللي يساعدوا فيه في عمليه التنسيق. الاليه طبعا بكل سلاسه، طبعا بعد اي اشتباكات تحدث يعني يتم التنسيق مع الخارج ومع جهاز الاسعاف وتسفير الحالات. طبعا عندنا مجموعه من الحالات يتم التنسيق اليوم، يعني او مع الحالات اللي هي الحرجه لتسفير عن طريق الاسعاف الطائر ماهي، ومجموعه من الجرحى. طبعا هو الاشتباكات من يوم السبت، يعني تعتبر الامور يعني هادئه من يوم السبت والاحد واليوم الاثنين، يعني ممكن استقبلنا يعني اليوم بس يعني حالتين، يعني نتيجه ممكن عمليه استطلاع او حاجه زي هيك، ما فيش يعني اشتباكات يعني بحيث ان عدد من الجرحى وصل للمستشفى. فالاليه تعتمد على شنو؟ على حالات الاشتباك ووصول الجرحى، بحيث أن يتم تفريغ المستشفى. طبعا داخليا نتعاون مع مصحات، للأسف نقولها بكل صراحة، نتعاون مع مصحات خاصة، التنسيق يكون عن طريق لجنة الأزمة اللي كلفها المجلس البلدي. اللي ما نحتاجه هو بالفعل في الأمور زي هذه اللي هو دعم حكومي واضح. الدعم ما يجيش بوعود، الوعود يعني تدي وقت، والوقت إذا مش في صالح الجريح مش في صالحنا احنا كأطقم طبية. لدينا من الخبرات، احنا مضطرين نتوفر لأن الإمكانية الساعة محدودة، ولكن الخبرات موجودة داخل المستشفى، عندنا خبرات من جميع التخصصات موجودة وتمرسة من بداية فبراير 2011، واحنا نشتغل ونعالجوا في الجرحى. ولكن ما ينقصنا اللي هو القسم حد ذاته عنده قصور في تقديم الخدمة لأعداد اللي هي المتزايدة، وبالتالي مضطرين للتعاون مع اللجان المشكلة. طيب الإمكانيات الموجودة حاليا سيد قليوان يعني تكفيكم إلى متى في حد أقصى؟ تكفينا إلى، أنا ما نقدرش أقول لك إلى تحليل سرد، أعتقد أني حكون متفائل جدا، أعتقد يعني ما نعرفش كمية الجرحى اللي قد تحدث أو قد تحصل في يوم واحد أو في نتيجة اشتباكات، لأن هي العملية مزدوجة. عندنا إحنا إصابات تأتي نتيجة اشتباكات، والإصابات تأتي نتيجة تفجير إرهابي. التفجير الإرهابي يعني يلحق أضرار أكبر من الاشتباكات، الاشتباكات يعني تعطيك يعني عدة إصابات ممكن يعني أغلبها بسيطة، ولكن الاصابات الدمويه اللي تؤدي الى اضرار جسيمه هي نتيجه هي التفجيرات. الى حد هذه من ايام والثوار في نطاق الاشتباك، اعتقد يعني اصبح لديهم خبره في التعامل مع السيارات المفخخه، ويتم تفجيرها قبل ان تصل الى اهدافها اللي هم رافضينها الارهابيين. وبالتالي العمليه تعتمد على الكميه او عدد الجرحى اللي في المستشفى، اعتقد المستشفى غير قادر
غادي نقول يعني كطبيب يشتغل داخل قسم الطوارئ غير قادر على تحمل العبء الكبير اللي يحدث يعني اللي يحدث داخل يعني عندك مدينة كاملة يعني كل يأتي إلى مستشفى مزادة. الإنسان البسيط العادي خاطي الثوار اللي هم في الجبهات لا يستطيع أن يتحمل نفقات علاج ابني أو قريبي داخل انتعافين أزمة سيولة حين توخشوا في مشاكل أخرى يعني منها المجتمع وكل يجي للمستشفى الطوارئ للعلاج. فبالتالي المشكلة مزدوجة من الزوج يعني مش هنفكروا باب القسم مستشفى الطوارئ مستشفى يعرف شو المفروض اي فيديو لكن نقفل الابواب يعني لاستقبال الحالات هذه لكن في نفس الوقت يعني نحتاج لاداره ازمه تقول وتفعل في نفس الوقت يعني القول انك تقول شيء هذا شيء يعني مطلوب ولكن الفعل هو الاهم من الوعود يعني الكثير جاء للمستشفى ودار يصوروه وكذا ولكن واضح بدي افعال ان توصل للمستشفى المركزي. اكرم قليوانا طبيب في مستشفى مصرات المركزي اشكرك على مشاركتك معنا في هذا الجزء من عشيره الليله. سيد الغصري بحسب عملية البنيان المرصوص فإن قوات حرس المنشآت النفطية سيطرت على بلدة بن جواد بالكامل وقوات الحرس تقترب من تحرير بلدة النفلية. كيف يجري التنسيق بين قوات عملية البنيان المرصوص وبقية القوات التي تحارب عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة؟ طبعا بالتأكيد هناك تنسيق. احنا اي قوات تتبع المجلس الرئاسي نقوم بالتنسيق معه لمحاربة داعش وهناك اتصال مباشر وإن شاء الله وعندهم بلغونا بشهداء إن شاء الله يتقبلهم الله وإن شاء الله الأيام القادمة يحكموا سيطرة كاملة على الجهة الشرقية لمدينة سرت. طيب هل من حي الزمني متوقع لأن تتم السيطرة على شرق مدينة سرت كما تقول؟ والله بإذن الله مش هتكون طويلة كثيرة. نحن سعوقنا أكثر شيء الإصابة في المدنيين لأن لا نرغب أن ولا نريد أن يصاب أطفال ورجال وشباب في مدينة سرت ونساء سرت تصاب بنيران قواتنا. هذا اللي مأخرنا فقط راه. أين يتواجد المدنيين تحديدا الذين تخشوا إصابتهم؟ هم القوات داعش المعلومات العلمية في جميع الأماكن اللي يتواجدوا فيها المدنيين في ورش الحدادة في وسط المدينة ومناطق ثانية مناطق الأهلة بالسكان يتواجدوا فيها قوات داعش. طيب مع المدنيين. طيب سيد بادي كيف يتعامل المجلس البلدي مصراتة مع العائلات النازحة تحديدا من مناطق النزاع إلى مدينة مصراتة؟ نعم أختي للمعلومية أن مدينة مصراتة شهدت في منذ شهور نزوح لعائلات كثيرة من كل مناطق ليبيا التي تشهد اشتباكات خاصة في مناطق الشرق والوسط والجنوب. على سبيل الذكر أن مدينة بنغازي لدينا ما يقارب 5000 عائلة نازحة في مدينة مصراتة. هناك ما يقارب من 18 مدينة ومنطقة من الشرق والجنوب والوسط هم ضيوف لدينا في مدينة مصراتة. مدينة سرت ما يقارب 1700 عائلة نازحة. هناك من درنا من اجدابيا البيضة الكفرة سبها وباري بقرين زمزم سرت الوشكة كل هذه المناطق لديهم نازحون داخل مدينة مصراتة. هؤلاء النازحون وهؤلاء الضيوف يحتاجون لمساعدات عاجلة من تأمين للسكن لهم وإمداداتهم بمتطلبات الحياة اليومية تقديم الإغاثة لهم وكافة الخدمات الصحية ومجابهة كل المتطلبات اليومية التي يحتاجونها في حياتهم داخل مدينة مصراتة. هناك هل بإمكان بلدي مصراتة أن يغطي هذه الاحتياجات؟ نعم أختي كريمة هذا السؤال لو سمحت. هل بإمكان بلدي مصراتة أن يغطي هذه الاحتياجات؟ في ظل هذا القصور من قبل كل الحكومات والمؤسسات العاملة داخل الدولة الليبية في تأمين وتوفير كل الاحتياجات والأموال والميزانيات للبلديات وللمؤسسات الدولة العاملة داخل البلديات لتقديم هذه المساعدات اضطر المجلس البلدي مصراتة أن يشكل عديد اللجان من ضمنها لجنة مركزية لقبول وإدارة التبرعات والهبات وكذلك لجنة لإدارة أزمة النازحين داخل البلدية. هذه اللجان معنية بإدارة شؤون النازحين
وبالتعاون مع كل المنظمات سواء كان المحلية أو الخيرية أو الدولية في تقديم المساعدات. على سبيل الذكر لدينا في مدينة مصراتة فرع الهلال الأحمر مصراتة بالتعاون مع فرع الشؤون الاجتماعية يقوم بتقديم بعض المساعدات للنازحين. هناك الصليب الأحمر الدولي كذلك قدم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية بعض المساعدات لبعض النازحين داخل المدينة، ولكن تبقى هناك قصور كبير في تقديم كل المعونات للنازحين مع استمرار هذه الاشتباكات في مناطق بنغازي ومناطق الوسط ومناطق الجنوب حتى يستطيع النازح الرجوع إلى مكان سكنه، يحتاج إلى بعض المعونات داخل مدينة مصراتة. اللجان هذه بإشراف كامل من المجلس البلدي مصراتة لتقديم كل المعونات لأخوتنا النازحين داخل البلدية. سيد لملوم، كيف تقيم دور حكومة الوفاق الآن فيما يتوجب عليها أن تفعله على الأقل تجاه النازحين من مناطق الاشتباك إثر العمليات التي تقام ضد ما يعرف بتنظيم الدولة دورها نحو هؤلاء النازحين؟ بكل أسف ما أقوله الآن هو أن حكومة الوفاق قد فشلت في أن تظهر للشعب الليبي والذين رحبوا بها والذين تقبلوها والذين حتى وإن عرضوها في البداية ولكن أرادوا أن يعطوها الفرصة، أثبتت حكومة الوفاق على أنها غير قادرة وأنها غير مؤهلة لأن تدير شؤون الدولة من خلال تجربتها في المرحلة الماضية. حكومة الوفاق وعدت بأن يرفع الحظر عن السلاح. نحن نعرف أن رفع الحظر عن السلاح ليس بيد حكومة الوفاق، ولكن السلاح يصل إلى ليبيا من عدة أماكن. السلاح يأتي إلى المنطقة الشرقية بغزارة وكثافة، الطائرات التي تحملهم من الإمارات تنزل في المطارات الليبية سواء كان في جنوب ليبيا أو في غرب ليبيا سواء كان في الوطية أو في الزنتان. هذه هل رفع عنها الحظر؟ مثل ما يصل السلاح لهذه الجماعات على المجتمع الدولي أن يغض الطرف وليصل السلاح والدخائر إلى الطرف الثاني الذي فعلا يحارب داعش. طيب بغض النظر عن مسألة السلاح ورفع الحظر عنه، ولكن الآن هنالك احتياجات إنسانية أساسية، النازحون يحتاجون إلى أموال، يحتاجون إلى مكان آمن، يحتاجون إلى يعني أموال حتى يغطوا على الأقل أماكن الإيجار التي يسكنون بها. كيف يعني تقرأ تعامل حكومة الوفاق في هذا الجانب تحديدا؟ حكومة الوفاق عندما جعلت من أولوياتها القضاء على تنظيم داعش في 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 ليبيا وفي مدينة سرت، كان الأحرى بها أن تعد لهذه الخطط اللازمة لتوفير العلاج، توفير الدواء وتوفير الإمكانيات المادية وتوفير الغذاء وتوفير مقار إيواء الذين سينزحون من هذه المناطق ومن المناطق التي ستجرى فيها اشتباكات. هذه حكومة لم ترتب فيها على الإطلاق، وما نراه الآن أن السيد السراج يدعي أنه يريد رفع الحظر عن السلاح. هل يرفع الحظر عن السلاح والمعاناة الغذائية والطبية الأدوية التي إلى حد الآن لم تقدم حكومة الوفاق شيء منها على الإطلاق؟ كل ما وصل ليبيا وعن طريق أطراف مدنية ومسؤولين وليبيين لهم علاقات خاصة ببعض المنظمات والجهات والتي استطاعت أن توفر إلى حد الآن ما وصل إلى ليبيا، أما الحكومة فلم تقدم شيء أكثر من 52 مليون دينار ليبي في ظل تدهور وضع الدينار الليبي، فماذا بإمكان 52 مليون أن تقدم للنازحين ما يجري في المنطقة بكاملها من عدم استقرار للسكان وحاجة لتوفير المؤن والغذاء والإيواء. طيب أنت تحدثت عن دور المنظمات، هنا سيدة الحرة منطقتا بن جواد والنفلية تشهد اشتباكات بين قوات حرس المنشآت النفطية وما يعرف بتنظيم الدولة، يرى البعض أن فتح جبهة أخرى ضد التنظيم ستؤزم الوضع الإنساني وأيضا الصحي في هذه المناطق، ما الذي بإمكان المنظمة العربية أن تتخذه في هذا السياق أو أن تفعله؟ هو بداية اسمح لي أن أحيي أحد ضيوفك الذي كان حريصا على عدم إدخال المدنيين في الاشتباكات المسلحة، هذا وإن دل على شيء فإنما يدل على وعي العنصر العسكري الموجود في الجبهة سيد الغصن قيادة جنيف المعنية
المدنيين في مناطق النزاعات. ثانيا، نحن كمنظمة حقوقية سلطتنا أدبية بالدرجة الأولى، وما نقوم به هو عملية تقديم الدعم القانوني، تقديم أيضا القيام بعمليات التقصي، القيام بعمليات الرصد، والقيام بعمليات توثيق أعداد الضحايا وأساميهم، أعداد الجرحى وأساميهم. أيضا نقوم بالتقصي ورصد الانتهاكات إن وجدت في مناطق النزاعات المسلحة، نقوم بأرشفة كل ذلك على أمل أن تكون هنالك دولة قانون تقوم بمحاسبة من قام بانتهاكات، تقوم بمحاسبة كل من قام بجرائم حرب في مناطق النزاعات المسلحة، أيضا تقوم بمحاسبة كل من قام بجرائم ضد الإنسانية. اسمحي لي أن أتطرق قليلا إلى مسألة النازحين. للأسف طلبنا في السابق من خلال هذا المنبر العمل على إقامة هيئة تعنى بالنازحين واللاجئين والمهجرين خارج البلاد. هذه الهيئة تكون بعيدة كل البعد عن الحكومات وعن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. للأسف نرى بكل حسرة أن الملايين صرفت على مكتب النازحين في رئاسة الوزراء منذ حكومة السيد علي زيدان، وحتى الآن هذا المكتب لم يقدم شيء للنازحين لا في الداخل ولا اللاجئين في الخارج، بل هنالك معلومات تؤكد أن هذه الملايين تم نهبها ولم تستفد منها الأسر الليبية النازحة أو المهجرة في الخارج. لذلك العمل على تسييس ملف النازحين أمر غاية في الخطورة، لذلك نأمل من الحكومة أو من الجهات ذات الاختصاص العمل على تشكيل هيئة تعنى بالنازحين، وهذه الهيئة تكون بعيدة عن الاستقطاب السياسي، تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية، وتكون بعيدة عن السلطة التشريعية، تكون هيئة مستقلة بذاتها تعنى بالنازحين والمهجرين، لأن هؤلاء مهما كان الخلاف السياسي بينهم وبين السلطات الموجودة أو تلك السلطات المتنازع حول السلطة، يجب أن يأخذوا حقهم باعتبارهم ليبيين بالدرجة الأولى. طيب سيد الغصري، أنت ذكرت أن عناصر التنظيم يوجدون في أماكن مدنية، إلى أي مدى بإمكان ذلك أو إلى أي مدى ذلك سيصعب عملية استهدافهم أصلا؟ المشكلة الكبيرة أن جميع المواقع الآن التي رصدناها بالقرب من المدنيين، محطات الوقود، ورش حدادة، مبيت عائلاتهم وغير الأماكن اللي رصدناها كثيرة جدا جدا، ولكن كلها داخل مدينة سرت. احنا نطلب من أهالي سرت أنهم يقوموا بعمليات حتى ولو بسيطة لإخراج القوات داعش الإرهابية إلى أطراف المدينة، وحيكونوا لقمة ساهلة عند قواتنا، لأن قواتنا من السدادة إلى عند حدود مدينة سرت ما سحقناهم والجثث مرمية، لكن المشكلة الآن داخل مدينة سرت صعب التعامل مع داعش، ووجود دروع بشرية داخل سرت، أهالي سرت يكونوا بالنسبة لنا احنا ما نقدرش نتقدموا في الوضع هذا لغاية ما في خطة معينة حنعلن عليها في حينها إن شاء الله بإذن الله. طيب إلى أي مدى يمكن أن يضعف فتح جبهة جديدة بمناطق بن جواد والنفلية من قوة التنظيم برأيكم؟ بالتأكيد القوة اللي تحركت من نوفلية وبن جواد على الأقل نضمن أن ما عادش يقدر يتمكن من فرار قوات داعش. القوات داعش الآن صارت داخل منطقة معينة سيتم القضاء عليها، احنا ما نبغوش يهربوا قوات الإجرام هذه، لابد تحركنا احنا محاربة داعش، لابد من القضاء عليهم بإذن الله. القوات اللي متحركة من الشرقية إن شاء الله. طيب سيد بادي كوبلر ناقش مع أطباء من مستشفى مصراتة المركزي المساعدات الملحة، والتقى أيضا بأعضاء المجلس البلدي، وأكد أن هذا اللقاء كان مثمر. ما الذي وقع الاتفاق على تقديمه؟ نعم، من ضمن الملفات التي ناقشناها مع السيد مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو الملف الإنساني وما تعانيه مدينة مصراتة جراء هذه الاشتباكات من
ضغط هائل على مستوى تقديم الخدمات الصحية، وكذلك معاناة المدينة من قصور في تقديم الخدمات اللازمة لضيوفها من النازحين من مناطق الاشتباك. نحن وضعنا السيد كوبلر باعتباره يمثل منظمة عالمية دولية، ليبيا هي عضو فيها، وهي من حقها أن تستلم كل المساعدات وكل المشورات من المنظمات التابعة لها باعتبارها عضو في منظمة الأمم المتحدة للدعم. كذلك أطلعناه على حيثيات ما تعانيه المدينة من مشاكل في الشق الإنساني وكذلك الشق الصحي. قام السيد كوبلر بزيارة لمستشفى المدينة واطلع على كل المشاكل والعراقيل والضغوطات على مستشفى مصراتة. نحن أوضحنا له بأن كان لنا تواصل مع منظمة الصحة العالمية عن طريق وزارة الصحة الليبية، ولكن ما استلمنا منهم إلا وعودا فقط. السيد كوبلر وعد بأن يتابع هذا الموضوع مع منظمة الصحة العالمية، وكذلك دراسة بعض المقترحات من بعض الدول الشقيقة والصديقة لكيفية تقديم المساعدة اللازمة للدولة الليبية في مقارعتها للإرهاب، وكذلك تقديم بعض المعونات والإغاثة للنازحين، وكذلك بعض المستلزمات الصحية والطبية للمناطق التي تعاني من سوء في تقديم الخدمات الصحية للجرحى. يعني لم يوضع إطار زمني لتقديم هذه المساعدات الإنسانية والصحية، تبقى في 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 إطار الوعود ليس إلا. طيب. ولم نضع معه أي جدول زمني لتقديم هذه المعونات والمساعدات. طيب سيد لملوم، تصريحات كوبلر بشأن الوضع في مصراتة، كيف من المتوقع أن يتفاعل معها دوليا؟ نحن رأينا في السابق أن المجتمع الدولي يتفاعل بالوعود مثل ما تفضل السيد بادي وقال، ولهذا لا أعتقد نحن بحاجة إلى هذه المساعدات بشكل عاجل. بإمكان المجتمع الدولي إذا أراد أن يتحرك بإمكانه أن يقدم هذه المساعدات في ظرف في خلال أيام. نحن لا نريد أن ننتظر حتى تنتهي الحرب في السادس وبالتالي تأتي المساعدات التي هي نحن بحاجة أو مدينة مصراتة بحاجة إليه الآن. مدينة مصراتة مدينة مستشفاها الرئيسي معطل تحت الصيانة قبل بداية حرب التحرير، قبل دولة فبراير، ولا زال إلى حد الآن مدينة مستشفى ثالث مدينة في ليبيا بدون مستشفى عام. كل ما هناك هو مستشفى الطوارئ، هذا مستشفى صغير لا يستقبل أكثر من 200 سرير أو 200 سرير، وبالتالي لا يمكن أن يقدم خدمات لمدينة نصف سكان، حوالي نصف سكانها نصف مليون. الكبرى عليه أن يسرع، وعلى من هم وراء كبرى عليهم أن يسرعوا، ومن دفعوا السيد السراج ودفعوا الليبيين لأن انطلقوا إلى سرت عليهم أن يفي بوعودهم في مجال الإنساني ومجال العلاج الصحي. نحن رأينا بريطانيا قد وعدت بأن توفر مستشفى عائم، أين هو المستشفى؟ سمعنا أن بريطانيا قد قالت أنها ستضع مستشفى قبرص تحت تصرف الجرحى الليبيين، أين هم هؤلاء الجرحى الذين نقلوا إلى قبرص؟ إلى حد الآن مسألة وعود، والوعود نحن بحاجة إليها الآن وليس غدا، الآن وربما أمس مش حتى الآن. طيب سيد الحر، برأيك إذن ما الذي يعول عليه من المجتمع الدولي لحلحلة الأزمة الإنسانية التي تواجهها مناطق الاشتباكات الآن؟ الله يسمح لي أن أقول أن التعويل على القطاع الخاص الليبي وأهل الخير في ليبيا، الجمعيات الخيرية، مؤسسات المجتمع المدني، هذه الموجودة بالداخل هي التي يتم التعويل عليها أكثر من التعويل على الخارج. أيضا الخارجية الليبية لديها إمكانية تلعب دور كبير فيما يتعلق بتوفير المستشفيات للجرحى من خلال إبرام عقود مع بعض المستشفيات بالخارج أو حتى المصحات الخاصة. أما مسألة المجتمع الدولي لا أستطيع التعويل عليه كثيرا لعدة أسباب، لأن المجتمع الدولي مرهون بمصالح سياسية لدول، هذه الدول لازالت تتنازع في حول مصالحها في ليبيا بالدرجة الأولى، حتى فيما يتعلق بالجانب الحقوقي يجب أن يكون على الدخل الليبي.
لا، في الجانب الحقوقي هنالك منظمات تعمل على أرض الواقع في ليبيا وتقوم بحالة تقاريرها إلى مجلس جنيف وإلى المنظمات المعنية بالشأن الليبي. المسألة الحقوقية الآن مرهونة في مناطق النزاع تحديدا، مرهونة بالرصد والتقصي وتوثيق الانتهاكات التي تحصل بالدرجة الأولى. نعم. غير ذلك من الصعب أن تقوم منظمات حقوقية غير حكومية أن تقدم الكثير في مناطق النزاعات المسلحة. طيب. الدور على حكومة الوفاق عليها أن تقوم بوضع ميزانية للطوارئ لتلك المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة. نعم. عليها تقديم الدعم الكامل للمستشفيات في المدن المحيطة بالمناطق النزاعات المسلحة. نعم. عليها الإسراع بتعجيل عجلة الاقتصاد الليبي التي أصبحت في ركود تام هذه الفترة. طيب سيد الغصري، اسمح لي أن أختم معك، كيف تقيمون تفاعل المجتمع الدولي مع ما يحدث على الأرض؟ قبل ما نجاوبك على السؤال هذا، لابد أن نحيي قوات الجيش من طرابلس، من الخمس، من الزيتن، من غريال، من سجورة، الأبطال من سوق الجمعة، جميع هذه المشاركة في معركة تحرير سرت. وهؤلاء الرجال موجودون في الجبهة، نحن ليس لدينا أي عسكري خارج هذه المجموعات، هذه القوات الليبية، قوات الجيش الليبي، التي لابد أن أشكرهم كل الشكر وكل التقدير. لدينا قوات من ورشفانا موجودين جميع مدن الغربية، قوات جيش موجودين معنا ويتأكدوا معنا، ولديهم شهداء. أشكرك بدورك سيد الغصري، وأعذرني ولكن داركنا الوقت. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج العاشرة. نشكر ضيوفنا، كان معنا عبر الهاتف من مصراتة في جزء من هذه الحلقة شاركنا الطبيب من مستشفى مصراتة المركزي أكرم أجليوان، كذلك كان معنا من مصراتة عبر الهاتف الناطق باسم غرفة العمليات الخاصة العميد محمد الغصري، والمتحدث باسم المجلس البلدي مصراتة أسامة بادي. أما عبر الأقمار الاصطناعية شاركنا في الحوار من طرابلس أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا عبد المنعم الحر، وعبر سكايب من باريس الناشط السياسي مفتاح لملوم. أشكركم جميعا مشاهدينا أيضا على كرم المتابعة. تقبلوا تحياتي أنا علا عبد العظيم، ودمتم في أمان الله.